السيسي يقابل خادم الحرمين الشريفين اليوم في زيارته الأولى للسعودية. الوفد الفلسطيني يهدد بمغادرة القاهرة إن رفضت إسرائيل العودة للمفاوضات دون شروط. محاكمة القرن تستأنف جلساتها بسماع باقي دفاع المتهمين. من النهار اليوم أحييكم مشاهدينا أينما كنتم، وأقدم لحضراتكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية في أول زيارة له للمملكة بعد توليه رئاسة البلاد، في وفد يضم وزير سامح شكري والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي. السيسي سيلتقي خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبعدد من كبار المسؤولين في المملكة ليشكره على دعمه لمصر، كما سيتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها ملفات الإرهاب والانفلات الأمني في عدد من الدول العربية. قال عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في محادثات القاهرة لوقف الحرب في غزة إن الوفد سيغادر مصر اليوم إذا لم توافق إسرائيل على العودة إلى المفاوضات دون وضع شروط. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت إسرائيل عدم مشاركتها في محادثات الهدنة. وميدانيا قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون في غارة جوية إسرائيلية في ثالث يوم من تجدد القتال، ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 1891 شهيدا. تستأنف اليوم جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه، وذلك في القضية المعروفة بمحاكمة القرن، حيث يواجه المتهمون تهم التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى تعقيب اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة. كانت المحكمة قد استمعت أمس إلى تعقيب العدلي الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه. قضائيا أيضا تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان واثنين آخرين، حيث وجهت النيابة لهم اتهامات باحتجاز ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما وشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة. تبدأ وزارة التموين غدا في منظومة الخبز الجديدة بمحافظة الجيزة على 4 مراحل بواقع 1938 مخبزا. ومن جانبه قال وزير التموين خالد حنفي إن المنظومة الجديدة سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية قبل نهاية هذا العام بعد نجاحها في محافظات مدن القناة والقاهرة والإسكندرية. يذكر أن منظومة الخبز تخصص 150 رغيف خبز شهري لكل مواطن بسعر 5 قروش للرغيف الواحد. يطلق اليوم الأزهر الشريف بوابته الإلكترونية عبر مواقع الإنترنت لمواجهة التطرف والتشدد الديني. ومن جانبه قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر إن البوابة ستحمل معلومات وفتاوى وأخبار وموضوعات وفقا لمنهج الأزهر المعتدل، وتضم كل الخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف بلغة سهلة ومرنة لتكون جسرا للتواصل الثقافي بين الأزهر والعالم. وختاما مشاهدينا نشكر حسن المتابعة ونذكر بأهم ما جاء في هذا الموجز من أخبار. السيسي يقابل خادم الحرمين الشريفين اليوم في زيارته الأولى للسعودية. الوفد الفلسطيني يهدد بمغادرة القاهرة إن رفضت إسرائيل العودة للمفاوضات دون شروط. محاكمة القرن تستأنف جلساتها بسماع باقي دفاع المتهمين. نلتقي على رأس الساعة، تحية لكم.